لغايه النهارده الميكانيزم مش واضح قوي، ولكن في التيشو كالتشر اند اي هاف سين ذس، الخلايا لما بتتكاثر وتلمس بعض شيء غريب جدا فعلا. انت بتشاف بتبص تلاقي كل خلايا تمد بوش كده للثانيه كانهم بيتوشوشوا بعض، دي توشوش دي تقول لها كفايه ودي توشوش دي تقول لها كفايه، دي اسمها انهيبيتوري سيجنال، سيجنال اشاره من الخلايا لما بتلمس بعض كل واحده تقول للثانيه ايه ستوب. بعض الناس بتقول الانهيبيتوري سيجنال دي عن طريق سيرفيس انتر اكشنز، بعض الناس بتقول حاجه غريبه جدا والكلام ده انسوه بعد ما اقوله. كل ما الخلايا بيقربوا من بعض بميكانيزم ما، الخلايا اللي على اليمين تبقى نيجاتيف للتشارج واللي على الشمال تبقى بوزيتيف للتشارج، فيلزقوا بعض قوي تلاقي انهيبت عمليه التكاثر، الله اعلم. وبعض الناس لاحظت بقى ان هنا بيطلع الترانسفورمينج روك فاكتور مين بيتا في الحته دي، واللي جاي هنا وزي الله اعلم واللي هو كفايه، الله اعلم. انهيبيتور سيجنال بيشوشوا بعض سيرفيس ريسبتورز تشارج نيجاتيف وبوزيتيف، ولا البيتا ترانسفورمينج روك فاكتور، المهم ان هم بيوقفوا وقت ما ايه ملك. ادي السيل تو سيل، واضح اهميتها. السيل تو ماتريكس دي رخره جباره جدا، ماتريكس يعني الكونكتيف تيشو اللي ورا الخلايا. معينه اديشن ديفرنشيشن وتتكاثر بقدر معين ولحد معين، ده مهم جدا عندنا في الماتريكس. هقول لك خواصم، هدي لك اكزامبل عمرك ما هتنساه لاهميه الماتريكس اللي هو في الريبير بتاع الليفر دامج. بصوا معايا في الاكزامبل ده، لان ايضا الاكزامبل ده قاعد معاك السنه الحاله. بصوا كده معايا عشان تعرفوا اهميه السيل تو ماتريكس انتر اكشن. لو انا رسمت لك هنا ليفر تيشو، الحمراء اللي بره دي هي عباره عن ماتريكس كونكتيف تيشو، ادي روبيول ادي التاني، وهنا مثلا في عندي بورتال تراك، وبعدين عندنا هنا الليفر سيلز كده عامله كوردز كده. ونفس الحكايه هنا كده ادي الليفر سيلز، وفي الرسمه دي الماتريكس هو الاحمر اللي بره ده اللي بيسموه الفريم ورك، الهيكل او الماتريكس او الكونكتد تيشو. وتعالى شوف بقى اهميه الماتريكس ده في ايه. لو حصل لك دامج في الليفر ايا كان قدر الدامج، تحطيم في الكبد، وساب لك الماتريكس ده او الفريم ورك دي سليمه، ما تخافش على عينك. هديك اكزامبل، واحد جاله اكيوت هيباتايتس، اكيوت وليس كرونيك، اكيوت هيباتايتس، وبعض الليفر سيلز اللي هنا دول وبعض الشويه اللي هنا دول وبعض الشويه دول خلاص، ومن ناحيه هنا نفس الحكايه، بس الماتريكس الفريم ورك سليمه. بص كده معايا، لما السيلز تتكاثر من هنا ودي من هنا ودي من هنا يلبسوا بعض، ويتكاثر من هنا وهنا، اول ما تلبس الماتريكس كونتاكت مين انهيبيشن، ومن هنا نفس الحكايه كده كده كونتاكت انهيبيشن. بص للرسمه، رجع الليفر ايه؟ نورمال. ده زي حالات الاكيوت هيباتايتس، او لو شلنا حته صغيره من الليفر. تعالى بقى بص معايا كده، بص تاكد من الرسمه دي ان الكبد بتاعك طالما الفريم ورك سليمه نو بروبلم، عشان تعرف اهميه السيلتو ماتريكس. بص للرسمه الجايه جماعه بقى بتوع الكرونيك هيباتايتس، المشكله الاثريه اللي في مصر هنا، او واحد مدمن خمور كرونيك الكوليزم. الكرونيك هيباتايتس والكرونيك الكوليزم كلاهما يحطم الليفر سيلز اند ذا ماتريكس الفريم ورك. بص كده في الرسمه دي، ادي الليفر سيلز باظت والفريم ورك باظت كده كده، بقى عندك ليفر سيلز كده متبقيه والفريم ورك رابتشر الماتريكس رابتشر. تعالى بقى بص اللي هيحصل، هتحصل مأساة. الليفر سيلز هتتكاثر من هنا، هتلمس الفريم ورك؟ لا. هيحصل كونتاكت انهيبيشن؟ لا. هتقعد تتكاثر تنظيميا ولا عشوائيا؟ عشوائيا. ادي مصيبه بقى، تقعد تتكاثر في كل اتجاه بحثا عن الفريم ورك، مفيش، فتعمل لك كلاكيع من الليفر سيلز. ليفر كورد وسيلز عاملين لك كلاكيع بهذا الشكل. موديولز. وما تبقى من الفريم ورك يتكاثر ايه بتوين هذه الكلاكيع فيعمل فايبروز. هنا الليفر بتاع هذا المريض، هل عاد الى اصله؟ الاجابه لا. بقى عباره عن موديولز، الريجولار موديولز اوف ليفر تيشو بينهم تليف، هذا ما نسميه بالليفر سيروز. واحد يقول لي عندي هيتنيل في 60 نيل، ليه؟ لان عمر الليفر لوبيول ملو قيمه من غير علاقات طبيعيه، لازم في مركز كل لوبيول في سنترال فين وساينوسويد واطار بورتا تراكت وبايزر، طبعا علاقات اختلت. بص هنا السنترال فين فين؟ بره. ها في الرسمه دي بره خالص، البورتا تراكت في اي حته، فعشان كده العينين دول كلهم ايه بيبوظوا. ادي اهميه الفريم ورك. اذا كانت الفريم ورك سليمه نو بروبلم كومبليت ريجنريشن، ويرجع الليفر لاصله. فريم ورك باظت، حصل لك مين؟ ليفر سيروزز. وقبل ما اكتب الحته دي عايز انبه لحته تفضل معاك السنه كلها. في واحد يجي حاجه يسالك في الامتحان الشكل سؤال غلس قوي، يقول لك البلهارزيزس في الليفر،
بيعمل سرود ولا ما بيعملش؟ الاجابه ما بيعملش. يوم يقول لك واي، بص معايا في الرسمه دي، احنا قلنا ان الليبر عباره عن موديولز كده وبورتال تراكت، والموديولز هنا في الليبر سيسكت. لما هتاخده معايا بعد 10 شابترز البيلهارديزيس هتعرف ان البيلهارسيا مرض لا يصيب الا البورتال تراكت، يبقى لا اثر لا على الليبر لوبيول ولا على الفريم ورك. فان ادى الى تليف يبقى تليف في البورتال تراك، بس الليبر لوبيولز ايه؟ سليم. يبقى انت لو دلوقتي حد منكم مركز معايا يقدر يعرف ان اصابات الكبد فيها ثلاث احتمالات ريبير. اصابه في الليبر لوبيول من غير ما اثر على الفريم ورك، الريبير يعمل ايه؟ كومبليت ريجينريشن. اصابه في الليبر لوبيولز بوظت الفريم ورك، الريبير يعمل ايه؟ سيروزس. اصابه بعيده عن اللوبيولز في البورتال تراكس يبقى بيحصل فايبروزس فقط. خلاص؟ اخر مجموعه فاكتورز دي سهله قوي. فاكتورز بقى تخلي الريبير بتاعك وحش قوي، ديفكتيف ريبير. انا هسال وانت تجاوب. اول فاكتور السن، عيل عنده سنتين وراجل عنده 90 سنه كلاهما اصيب في نفس المكان، الريبير يكون اسرع احسن في مين؟ في العيل، لان في الشيخوخه الخلايا بتكسل، حاجه اسمها سيل سينسس، شيخوخه الخلايا دي. واحد اثنين عيال، واحد من الصومال عنده مال نيوتريشن وواحد امريكاني عنده اوفر نيوتريشن، لما يصابوا الاثنين قطعا الصومالي ده عنده ديفكتيف ريبير، لان المال نيوتريشن يخلي الخلايا كسوله جدا. اثنين رجاله، واحد عنده تصلب في الشرايين والثاني لا، اللي عنده تصلب في الشرايين الدم راح لانسكته اقل، اسكيميا. الاثنين اتعوروا يبقى الريبير اسرع في مين؟ في الناين، الراجل ما عندوش اسكيميا، اللي عنده اثيروسكلروزي الريبير اقل. واحد واثنين، اثنين اتعوروا، واحد الجرح بتاعه فضل كلين والثاني حصل له انفكشن تلوث صديد، مين الريبير اسرع؟ قطعا النظيف. واحد عنده دايابيتس ميليتس والثاني لا، مين اسرع؟ اللي ما هوش عنده دايابيتس ميليتس. واحد بياخد كورتيزون، دواء الكورتيزون او الجلوك كورتيكويد دواء ضد الريبير، يبقى اللي بياخد كورتيزون الريبير عنده ايه؟ ابطا بكتير. ذيس ار فاكتورز ليدنج تو ديفكتيف ريبير، هما مين؟ اولد ايج، اسكيميا، انفكشن، دايابيتس، مال نيوتريشن اند الى اخره. ناخد ريست دقيقتين 5 مينتس اند ريبير. خدنا في الريبير العناوين الاتيه، ديفينيشن وبعدين انواع الريبير اللي هي ريجينريشن وفايبروزز واحيانا جلايوزز، وبعدين العوامل اللي بتاثر اللي بتديتيرمن التايب اوف ريبير، قلنا حسب السيلز كانت ليفايل او ستيبل او بيرمننت، والفاكتورز اللي بتكنترول الريبير هي الجروث فاكتورز والسيل تو سيل انتر اكشن والسيل تو ماتريكس انتر اكشن، واخيرا الفاكتورز اللي بتخلي الريبير شكله وحش زي الاولد ايج والانفكشن الى اخره. كده يبقى المقدمه انتهت. يفضل عندي ان انا الريبير ده تو ميجور تايبس، ريجينريشن وكونكتيف تيشو. فهنبدا النهارده باكزامبلز الريبير باي ريجينريشن. اول اكزامبل، لو واحد منكم خربش الابيديرمس بتاعته، عور الابيديرمس، بعد ما تخربشت كده تعالى بعد 10 ايام تلاقي الدنيا بقت زي الفل ورجع زي اصلها، لان الابيديرمس يمين اللي باي سيلز، فلما تعور يبقى الريبير باي ريجينريشن، وهناخد الكلام ده في تفاصيله ليتر اون في حاجه اسمها هيلينج وبول. يبقى الابيديرمس نمره 2 الليفر اللي احنا لسه حالا شارحينه، علشان تلاقي ريجينريشن كامل في الكبد ليفر ريجينريشن، الشرط هو ايه؟ الفريم ورك تبقى انتهت. انجري في الليفر ويزاوت افكشن في الكونكتيف تيشو فريم ورك، زي في حالات مين؟ الاكيوت هيباتيتس، فيما عدا ذلك مثلا لو كان كرونيك هيباتيتس كسر فريم ورك يبقى يعمل مين؟ سيروس. نمرة التلاتة بقى الاكزامبل اللي جاي ده سؤال تحريري مهم، مهم قوي. اللي هو ريبير اوف بون فراكشر، ريبير بتاع كسر العظم. والريبير بتاع البون فراكشر احيانا يبقى سو بيرفكت، بيرفكت لدرجه انك لما تيجي الواحد اتكسر لو الريبير بتاعه بيرفكت تعمل اشعه بعد ما تصلح الكسر ما تعرفش فين مكان الكسر. معناها ايه؟ بيرفكت ري جينيريشن. يبقى لازم ناخد الميكانيزم حاجه، يعني البون واحد من الاكزامبلز العظيمه بتاعه ازاي التيشو لما يتكسر يرجع لاصله بشرط الظروف تكون كويسه. تعالى كده نتبع عظمه لونج بون اتكسر. اللونج بون عباره عن ايبيفيسز، راس كده وشاف اللي بنسميه احنا الدايفيسز كده، وادي بقيه العظمه لانها مكسوره كده، ومفروض ان العظمه بتبقى من جوه لاين من بره اسف كفر الغشاء اسمه بيريوستيوم كده، ومن جوه لاين الغشاء مشابه جدا بس عشان داخلي بنسميه اندوستيوم، والقناه اللي جوه خالص اسمها الميدالا الكنادي فيها بون مارو. والعظمه دي اتكسرت بفعل تروما، حادثه عربيه، ماتش كوره، مش عارف ايه. تعالى نتتبع بالظبط
من ساعه ما اتكسر لغايه ما صلحت جرايد. اول حاجه بين التو فراكشرز انز هنا ده مش نظيف, ده عظمه مكسوره في نزيف يبقى هنا في دم هيماتوما تجمع دموي كده. الحاجه الثانيه لو انت تفتكر من اول حصه هنتكلم عن الايريتنس اللي بتعمل انفلاميشن في انفكشس ايريتنس ونمرة اتنين حاجه اسمها فيزيكال ايريتنس زي مين تروما. اذا هنا في ايضا انفلاميشن يعني في تروما يبقى عندك نيتروفيلز وماكروفيجز. اذا بين التو فراكشرز اند ذا بون المنطقه نظيفه ولا قذره؟ قذره جدا, دم وانفلاميشن. ولما تحب تصلح ما ينفعش تصلح ابدا في وجود انقاض, عماره تهدد لازم تشيل الانقاض وبعدين تصلح. نفس الحكايه عظمه اتكسرت لازم الانقاض دي تتشال وبعدين نصلح. نشيل الانقاض بعمليه اسمها فاجوسايتوز. مين اللي هياكل وينظف؟ خليه من الالتهاب اسمها ماكروفيج وخليه اصلا في العظم اسمها ايه؟ اوستيوكلاست. يبداوا ينظفوا لي الحته دي. اول ما نبتدي ننظف واثناء التنظيف تبتدي عمليه الريبير اللي بتبدا بخطوه مهمه جدا اسمها خطوه البروكيلس. يعني ايه بروكيلس؟ يبقى انا هبتدي هنا انظف الفجوه دي. اثناء ما انا بنظفها بعمل حاجه اسمها بروكيلس. ايه هي؟ على فكره واسعه اقعد في كيس عشان اشرح بس انا فجوه قد كده هحمل طبعا العظمه هتطلع. ها فانا هنا الحته دي كده حاجه ارتفيشال يعني. هي المفروض ادي كده ما ازيدش اعمل يعني. ايه اللي هيحصل هنا؟ انا كان عندي هنا بلاوي ده عباره عن ايه؟ انا عندي ميزنكايمال سيلز موجوده في البيري اوستيوم وفي الاندوستيوم وفي السوفتس اللي بره ده. تبتدي هذه الميزنكايمال سيلز وهذه الميزنكايمال سيلز تقدر تدي لك هي عندي فراشات ميزنكايمال سيلز ممكن تبقى فايبر بلاست او اوستيو بلاست او كنت تقدر تدي لك اي حاجه. فبتخش هنا في الفايبر بين البيري اوستيوم والاندوستيوم من بره تخش هنا في الميزنكايمال سيلز غالبا على هيئه فايبر بلاست وايضا شويه يعملوا لك كابيلاريز. ابص الاقي عندي مجرد نسيج يا دوبك شويه فايبر بلاست اند كابيلاريز اللي هو النسيج اللي ايه بيقول بسم الله في سكه عمل بون. ازاي هنشوف هذا النسيج اسمه بروكيلس ده في الاسبوع الاولاني. وبعدين لما بنخش في الاسبوع الثاني وعلى مدى اسبوعين ثلاثه يبتدي البروكيلس ده يتحول لحاجه اسمها فايبرو كارتيلاجينس كيلس. كلمه كيلس يعني نسيج بيلحم بحقه حقيقي. الاولاني ده فيري سوف حاجه طريه لكن الجاي ده ناشف شويه. ازاي بقى؟ انا هاخد الفجوه دي كده الحته دي واكبرها لكم هنا. كان البروكيلس عباره عن شويه ميزنكايمال سيلز اهم وشويه كابيلس. ده البروكيلس. في الفايبر كارتيلاجينس كيلس الميزنكايمال سيلز دي بعضهم بتيجي تحور انتو كارتيلج يحط لك حتت كارتيلج في وسط التيشو وبعضهم يبتدي يتحور انتو اوستيو بلاست ويعمل لك حتت بون في وسط التيشو. البون ده بيبقى فيري ايريجولار اند فيري اماتيور مجرد ماتريكس تعبون بيسموه اوستريت تيشو مع شويه كالسيوم جاي من الدم. فده بيسموه ووبن بون. ووبن بون يعني لسه بون طري او لسه بون اماتيور. يبقى في المرحله دي بقى عندك شويه الميزنكايمال سيلز هم فايبرس تيشو وشويه عملوا لك كارتليج وشويه عملوا لك بون. المرحله دي بيسموها مرحله الفايبرو كارتيلاجينس كيلس. قطعا اقوى من البروكيلس ولكن ده لا زال مش البون اللي انا عايزه. في المرحله الثالثه والاخيره بيتحول الفايبرو كارتيلاجينس كيلس ده الى ترو بون او يسموها هارد كيلس او اوستيوس تيشو. ازاي؟ يمكن انا هسال سؤال وانتوا تجاوبوا. زمان في الهيستولوجي قالوا لكم انه لما الانسان وهو طفل بينمو من الجروث بليد الكارتريج بروليفريت وبعدين يحصل له حاجه اسمها اوسيفيكيشن. فاينما نما كارتريج ممكن جدا يحصل له اوسيفيكيشن حول البون. وده اللي بيحصل هنا. كل الكارتريج الموجود ده بيبتدي زي النورمال هيستولوجي مش هخش في التفاصيل بتاعتها يبتدي يحصل له اوسيفيكيشن ويتحول الى بون. ابص الاقي اتا تايم كل التيشو بتاعك بقى بون اند فيري هارد ولكنه بون معيوب. معيوب ليه؟ بص معايا في الرسم. يبقى عشان ما يتوهش مننا المنظر مره ثانيه. كسرت عظم بين الفراكشر اند نظيف ولا وسخ؟ وسخ. هيماتوما وانفلاميشن. نبتدي عمليه الاصلاح بفاجوسايتوز. تيجي الماكروفيتس وتفضل تاكل وبالمناسبه تطلع شويه جروث فاكتورز عشان نبتدي عمليه الريبير. اول خطوه اسمها بروكيلس لا اكثر ولا اقل بشويه ميزنكايمال سيلز وكابيلاريز. يا دوبك بس ايه بنلزقهم كده على خفيف. الاسبوع الثاني البروكيلس يتحول لحاجه اسمها فايبر كارتيلاجينس كيلس. ازاي؟ بعض الميزنكايمال سيلز تتحول لكارتج والبعض يتحول الى اماتيور ايرلي ووبن بون. في الخطوه الاخيره بيبتدي كل الكارتج يبقى بون. يبقى الكيلس ده ما بقاش فايبر كارتيلاجينس بقى هارد كيلس او ترو بون اوسيوس تيشو. مع التحفظ الشديد بص على الرسمه هنا. هذا الترو بون او الهارد كيلس ازيد بكتير من اللي انا عايزه. انا عندي الجزء اللي انا همسحه حالا دلوقتي ده ماليش محتاجه. ده اللي هو مين؟ انترنال داخل المناره الكنالية صح؟ والجزء اللي همسحه بره ايضا انا مش عايزه. ده اسمه اكسترنال كيلس خارج البون خالص كده.
طب انا مسحته ازاي؟ بفاجوسايتوز. ومين اللي بيعمل فاجوسايتوز في العظمه؟ الاوستيوكلاست. يبقى اذا مع تكوين الهارد كيلس حصلت عمليه ريموفال اوف ذا ان نيسيسري كيلس بفعل مين؟ اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. طيب العظم الاساسي بتاعنا ده كلكم عارفين انه بيبقى لاميلر اللي احنا بنسميها فيرجن سيستم. العظم الجديد اللي هنا اللي حملك العظم دلوقتي از الرجل. فيبتدي الاوستيوكلاست تيجي على العظم ده تعمل فيه حاجه اسمها ريموديلنج، اعاده رسم. الاوستيوكلاست دي لها بق زي المنشار تقعد تحفر لك العظم ده تخليه لاميلر. وهي بتحفر حاجه غريبه جدا، احيانا وهي بتحفر كده تجور على حته تاكلها اكتر من اللازم، يقوم الاوستيوكلاست تيجي ترمم لك الحته دي وتبتدي تحفرها من الاول. عمليه غريبه جدا، عباره عن كومبايند اوستيوكلاستيك اند اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. بالظبط زي ايه؟ ما يجي محرج بمحرج حيطه راح الحته زياده من المكتوب، يروح الصبي بتاعه يجيب له شويه يحطهم عشان ايه؟ يليز الحته تاني. عمليه انا بشيل والتاني بايه؟ بيظبط. ويقول لك بقى ان العمليه بتاعت الريموديلنج دي اللي هتخلي البون ده لاميلا زي الاصل بتتم احسن جدا في العيان المتحرك مش العيان اللي نايم في السرير. يعني لو انت مجبس واحد هقول له امسك العكاز بتاعك وامشي، الحركه دي الميكانيكال ستريس ده يخلي لك البروسس ريموديلنج خلاص. عشان كده النهارده مش واحد بيتجبس وقت بتصرف في السرير زي زمان، لا يتجبس امسك العكاز او العصايه واتحرك. لو بصيت كده معايا بعد ما حصل لي ده ريموديلنج وبقى لاميلر زي العظمه الاصليه كده، ده معناها ايه؟ معناها ان انت ما عادش ناقصك غير شويه بومارو هنا وشويه فيريكوسيوم واندوسيوم يبقى العظمه رجعت زي ما كانت. نعيدها تاني بسرعه. يبقى بعد ما اتكسرت العظمه هيماتوما دم وانفلاميشن بدانا الاصلاح بالتنظيف فاجوسايتوزس. وبعدين اول خطوه كانت بروكيلا شويه فايبروبلاست وكابيلاريز. قويناهم شويه بان الميزنكايمال سيلز دول ادولي كارتلج وبون. قويناها اكتر من الكارتلج ده كله اتحول لبون، ولكن هذا البون كان زياده شلنا الزيادات. خلاص؟ وبعدين اللي فاضل كان نون لاميلر خليناه لاميلر. والكافيتي ده او الكنال دي ما كانش فيها بون مره عملنا بروليفريشن، يبقى رجعت العظمه احيانا بيرفكت زي ما كان. تعالى كده ناخد باختصار، طبعا كلمه كلاس معناها النسيج اللي بيلحم العظمتين المكسورتين جزئين يعني. الحته اللي جايه دي كتيره في الامتحان عشان غلط قوي. البروكيلاس ده بياخده اسبوع، الفايبر كارتلاجنس كيس والهارد كيلاس على بعضهم بياخده من اسبوعين لثلاثه. يبقى لحم الكسر بياخد على بعضه قد ايه؟ ما بين ثلاث اسابيع لاربع اسابيع. عشان كده لما واحد بيتكسر عمر ما بنجبسه اقل من شهر. خلاص؟ وانا لما بجبس واحد بجبسه ليه؟ هو الجبس هو اللي بيلحم، انا كل ما في الارض انا بس عايز اجيب العظمتين قصاد بعض واثبته، انما اللي بيلحم الجسم. وزي ما شفتوا انه الريبير ممكن يبقى سو بيرفكت لدرجه ان الفراكشر سايت في الاكس راي ممكن يبقى انفيزبل، تقعد تقول كان مكسور فين ما تعرفش. تعالى بقى نقول ايه؟ والحته الجايه دي بقى هي فتحه حل السؤال ده. كل شيء جميل يقابله اشياء وحشه. زي ما كنا نقول الانفلاميشن حلو قوي بس له ادفرس افكتس. الريبير ده ممكن يبقى رائع بس احيانا اسبابك. فتعالى نتكلم على الكوزز اوف ريبير وحش او ما حصلش في العظم. ركزوا معايا في الحته اللي جايه. عشان زي ما بقول ده اللي هيدي لك منظر شيك في الامتحان بتاعك. تعالوا كده نشوف لما البني ادم بيتكسر بنعمل له ايه. جه اتكسر البني ادم عارفين ان العظم ده لازم فيه مين؟ ليجامنتس وماسلز والماسلز دي بتكونتراكت. فكتير جدا الماسل تروح واخده جزء من ده ديسبليست تحركه في حته ثانيه. او تخليه انجيوليتد كده. يعني مثلا ده جزء كده وده جزء ثاني كده. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه الدور على مين؟ الدكتور بيجي يعمل اشعه على المريض بتاعه، بيعرف فين الحته دي وفين الحته دي وهل هم على لاين واحد ولا بعاد عن بعض. وبعدين بنبنج العيان والدكتور والمساعد بتاعه يبتدوا يعدلوا العضلتين قصاد بعض لغايه لما يكون بالظبط كده رجل العيان عشان يبقوا ايه؟ قصاد بعض. العمليه دي اسمها اموبيلايزيشن، تثبيت. لو الايموبيلايزيشن الدكتور غلط فيه هتبقى مشكله. لو العظمتين ما كانوش على خط واحد زي الفراسه دي كده يسموه مال الاينمنت، يعني ما هماش ان لاين واحد. الحاجه اللي تضمن لك بيرفكت كلاس ان هم يكونوا ان لاين. Sometimes if they are not in line السيلز تستسهل وبدل ما تعمل لك العقد دي كلها تعمل لك مجرد شويه فايبرس تيشن تلزق لك العظمتين دي شويه فايبرس بقت مأساة. ده ما بقاش ريجنريشن. وعندنا حاجه لذيذه قوي يسموها سودو ارثروزز او فولس جوينت. انت جوينت بتاعك عنده جوينت بتاعه طبيعي هنا وجوينت تاني هنا، ده فولس جوينت ان العظمه لحمه في فايبرس تيشن. غير الايموبيلايزيشن السيء ده، لو واحد جالك في حادثه عربيه بشعه لقيت لك عضلاته مهربده والماسلز مهربده، ده ما تجبسوش نيفر. ده يبقى غلط تغلط غلط طبعا. ده لازم تعمله عمليه مفتوحه. لان ممكن جدا حته من العضلات المتهربده دي حته من السوفت تيشو ده ماسل او فاشيه او ليجامنت تيجي تقعد بين التو فراكشر اندز كده.
ده اسمه سوفت تيشو انتربوزيشن. لو قعدت جبسته كده بين التفرخه هنا تفتح وتشيلت ده بقى وقرب دول من بعض ما تجبسوش. تجيب حاجه اسمها 30 بليت كده وتمطمر مصفرين هنا وهنا اه دول قريبين من بعض ولما يبقى يلحم بعد 6 اشهر بتاع افك البليت. طيب ده اسمه ايه سوفت تيشو انتربوزيشن. ثالث مشكله لو الحادثه دي بوظت لك الارض عملت لك ارتيريال ايدن الشريان باظ يبقى العضله دي بقى فيها اسكيميا عمرها ما هتلحق. عايز الاول تصلح الشريان ده نمره 4. لو سبب الفراكشر ده باثولوجيكال فراكشر يعني باثولوجيكال يعني مش تروماتيك يعني مش حادثه بعربيه ولا ماتش كوره. ده فور اكزامبل واحد عنده سرطان تيومر قعدت التيومر تسرح لما كانت العظمه اتكسرتها. لا احد اسباب ان العظمه عمرها ما تلحم لانه لو فكرت ان العظمه دي هتلحم السبب اللي كسرها اولاني يكسرها تاني خلاص. يبقى لغايه دلوقتي كان سبب بخلي العظمه نمبر 1 لو الايموبيلايزيشن فولتي مظبوط. لو في سوفت تيشو انتربوزيشن خلاص. لو في ارتيريال انجري او لو باثولوجيكال فراكشر او نمره 5 لو حصل انفكشن حادثه واتكسرت وحصلت انفكشن الحته دي هتملي مين؟ صديق. لا يمكن يحصل ريبير في منطقه قذره خلاص. دي كلها لوكال فاكتورز. تعال بقى نشوف جنرال فاكتورز في العيان كله. لو عنده اولد ايج عنده 90 سنه ياما ناس تتكسر في سن ال 80 90 ويفضل بقيت عمره مبسوط ما بيلحمش وماشيه بقى على مشايه او في كرسي بعجل ولا ها لانه في الاولد ايج ريبير وحش قوي. او لو كان دايابيتك او عنده مال نيوتريشن او بياخد الكورتيزون اللي انا قلت لكم عليه كل دي اسباب تعمل بور ريبير. اخر حاجه في الريجنريشن واخر حاجه في النهارده والاخر دي ما حدش ينام دي حته مهمه قوي النيرفس تيشو. الريبير اوف ذا نيرفس سيستم دي حته مهمه جدا. النايم يصحصح. انا عايز قبل ما اشرح الحته بتاعه الريبير اوف ذا نيرفس سيستم نرسم مع بعض حته من النيرفس سيستم. تعالى كده ناخد فور اكزامبل الحته من السباينال كورد ادي مثلا كده حته من السباينال كورد كده وادي مثلا نيرف سيل اهي وادي الاكسس سيلندر. الاكسس سيلندر في الحته دي اسمها جري ماتر عريان ولكن في الواي ماتر بيبقى حواليه مايلين يكمل لبره ده اللي اسمه مايلين شيث. المايلين في الواي ماتر عريان ولكن بره بيبقى كفرد بحاجه اسمها شوان سيلز او نيوري لما سيلز كده. دي وحده مصغره من جهازنا العصبي. ما هو هنا اسمه ايه سي ان اس سنترال نيرفس سيستم ومن اول هنا لبره ده البريفرنت نيرف اللي لو كان ده برين يبقى ده اسمه كرانيال نيرف واذا كان ده سباينال كورد يبقى ده اسمه ايه سباينال نيرف. دي وحده جهازنا العصبي ولا بد انك انت تبقى دقيق جدا في المعلومه اللي حولها. اذا اصبت الجهاز العصب سنترالي فالموضوع انتهى لان الخلايا دي هيجرى ايه هتموت واذا ماتت كل ما بعدها مات ويبقى الريبير هنا باي جلايوز. لو قلنا الخليه دي بيرمننت اذا ماتت مش هتتعوض مفيش هنا ريجنريشن ها يبقى على طول يحصل لها ريبير بكونكتيف تيشو اللي احنا سميناه هنا جلايوز. لكن ده مش موضوعي. انا عايزك بقى تتخيل موضوعي انا ايه. انا بتكلم عن موضوع ريجنريشن. ماذا لو لم تكن هناك اطلاقا اي اصابه في النيرف سيل؟ ركز معايا وافهم الحته دي كويس قوي. ولكن كان هناك اصابه في العصب العصب اتقطع. And is this common? Very common. هدي لك example. احنا لما بنيجي نعمل لواحد عمليه بنفتح ايه بطنه ولا دراعه ولا خد المشط هو في حته لسه ما فيهاش اعصاب؟ مفيش. فالانجري اوف ذا نيرف از فيري كومن بس يتراوح بقى من عصب صغير وعصب كبير. هو ده الفرق. لما كلنا حصل لنا اصابات في الاعصاب الصغيره. وكتير واحد بعد ما اتعور حتى لو انت بالبطوه ولا بسكينه بتاع يقول لك الحته دي منمله وبعد 6 اشهر يقول لك الحته دي رجع الاحساس فيها نورمال. كانت منمله لان العصب اتقطع ورجع نورمال لان العصب اتصلح. فده موضوعي. ماذا يحدث اذا اذا زي ما بقول فرق تماما بين خليه عصبيه نيرف سيل وبين نيرف. نيرف سيل ده سنترال مفيش اصلاح يعني الاصلاح مش هيبقى ريجنريشن هيبقى باي جلايوس. انما ماذا لو اتقطع العصب؟ دي قضيه ثانيه خالص وفي الامتحان اقرا سؤالك كويس قوي. ان قال لك نيرفس دامج يبقى تقول له سنترال والبريفر. ان قال لك سنترال بس يبقى بتاع مين؟ الجلايوزس. ان قال لك بريفر بس يبقى اللي انا هشرحه دلوقتي. تعالى بقى نشوف ايه اللي جرى. نتتبع مع بعض بالظبط ساعة ما قطعنا العصب ايه اللي حصل. ركزوا معايا. هل النيرف سيل اللي فوق دي هتموت؟ قال الاجابه لا. انما هتزعل هتتعب. تبص الاقيها اتلفخت تعب ريفرسبل يعني ده كل ده هيترد. الاقيها بقت سولد
والنيوكليس بقت اكسنتريك والنيسل كرانيولز جابت. هذه الخلية حزينة على دراعها اللي قطعها ولكنها غير ميتة لان انا ما قربتش منها، انا قاطع دراعها بس. ده اسمه كروماتوليسيس، وده في خلال اسبوعين بيفوق. بعد اسبوعين ترجع تاني نورمال. قالوا لي طب انت حكيت حكاية ايه عشان بيحصل؟ فقلت طيب العصب المقطوع ده بيحصل فيه ايه؟ جماعة بتوع الفيسيولوجي قالوا لنا انه اول ما العصب يتقطع الديستال سيجمنت دي كل الاكسون والمايلين اللي جوه ده يتفرق. هنسموا حاجة النيورون هيماسيس لحسن حظ الانسان are very resistant to تفضل عايشة مفيش مشكلة فيها خالص. طيب بين الاكسون اللي هنا والمايلين يتفرق يديسنتجريت. وفي البروكسيمال سيجمنت نفس الشيء يحصل لغاية الفيرستون رامبي الحتة دي كده. برضو ده كده يتفرق. وفراكيت الاكسون والمايلين اسمهم واليريان ديجنريشن حسب مكتوب الفسيولوجي قالوا لنا. هذا هو الموقف بعد قطع العصب. اتكسر الاكسون والمايلين في الديستال سيجمنت وفي البروكسيمال سيجمنت لغاية الفيرست نود اوف رامبي. نعمل ايه بقى؟ عايزين نصلح الكلام ده. زي ما قلت اكتر من مره ما ينفعش اصلح الانقاض، اول خطوه اي اصلاح اسفاجه ساتوس. الماكروفيجز اللي هنا عشان فيه التهاب، بالاضافه لان النيوريلما سيلز دول الشوان سيلز دول بيقدروا يعملوا فاجوسايتوز دي تنين ينظفوا لي هذا العصب اهو تاكل كده. فضلت مين عندي؟ النيوريلما سيلز الشوان سيلز دول اهو ريزيستنت ما جربهمش حاجه. لو انا قلت لك في الرسمه دي عايزين ثلاث حاجات يتموا عشان العصب يصلح. الاولى ان الاكسس النيرف سيلز سكريت اكسون عشان الاكسون ينزل يبقى لك، والثانيه ان النيورون لما سيلز دول يكملوا عشان يكملوا فيو، والثالثه ان يتكون مايلين حوالين الاكسون. هنا بقى الترتيب بتاع ربنا. لو النيرف سيلز دي بدات تعمل اكسون ممكن يخرج بره. عشان كده تفتكر الترتيب المنطقي لازم يكون مين؟ النيورون لما سيلز او الشوان سيلز. ده حاجه بتاعت ربنا فعلا. دي من فوق ودي من تحت يتكاثروا اول ما يقابلوا بعض كونتاكت مين؟ انهيريشن. تعال نشوف الخطوة الثانية. فاضل الاكسون وفاضل الماين. لو عملت الماين من الاول الاكسون ما عرفش اخترق. يبقى لازم مين الاول؟ الاكسون. تبتدي النيرف سيلز دي تسكريت الاكسون كل يوم ملي 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 ملي. يفضل يطول يطول لغاية لما يوصل للاند اورجان. ومع كل حتة تتكون الشوان سيلز تعمل لها المايلين بتاعها. كده. يبقى في النهاية رجع العصب زي ما كان بالظبط. وبالمناسبة حتة جاست فور انترست. لو انا عارف العصب مقطوع بعده قد ايه من سي ان اس او بمعنى صح الديستال سيجمنت طولها قد ايه، انا اقدر احسب لك بالظبط الوقت اللي هياخده لان انا عارف ان كل يوم ملي. فحال ايه يقول لك العصب ده هياخد 3 اشهر هياخد 6 اشهر وهكذا. لان مثلا لو كانت حته 10 سم يعني 100 ملي يبقى 100 يوم يعني 3 اشهر و10 ايام وهكذا. يبقى مره ثانيه بعد ما قطعنا النيرف سيل فوق سالت ده اسمه كروماتوليس، العصب تحلل ده اسمه واليريان ديجنريشن، بدانا الاصلاح بالفاجوسايتوز. يليه النيوري لما سيلز يليه الاكسون واخيرا المايلين. كل شيء حلو يقابله شيء وحش. تعال نشوف الشيء الوحش. عايز الاقي افرض ان التو كات اندز اوف ذا نيرف وير نوت اوبوزيت ايتش اذر زي بالظبط في العظم. لو العظمتين مش قصاد بعض هتبقى مشكله، هنشوف حل. طبعا حلها اجراح. لو انت الجراح شاف ان العصب بعيد عن الثاني نجيبهم قصاد بعض ونعمل حاجه اسمها نيرف سوتش معينه. انا ما عنديش عصب في التاريخ عباره عن اكسون واحد، انا بس الاكزامبل لمئات والاف الاكسونز اللي بيبقوا سبراوتنج. فاللي حصل ده حصل في بقيه الاكسونز المقطوعة خلاص. ولذلك كل ما يكون العصب احيانا ما يقابلوش بعض بالظبط في مشاكل. وكل ما العصب يكون بيور يعني بيور يا سنسوري يا موت يكون احسن من لو كان ميكس. ده ميكس ده حامل لقب الدنيا مش هخش في تفاصيلها. تعالى بقى نشوف مشكله لو كانوا التو كات اندز مش اوبوزيت ايتش اذر او واول ثانيه دي مهمه قوي. او لو الديستال سيجمنت دي السيفيرد وسيفيرد مش معناها شديد معناها ضحيه بيها. وهيقول لي هضحي دي ازاي؟ فور اكزامبل في الناس اللي بنعمل لهم امبيوتيشن. مش الامبيوتيشن مش اللي فيها اعصاب بيرونيال نيرف وفيمورال نيرف واجزاء من السياتيك نيرف. جيت انا على نص رجلك ده اللي فيه نص العصب ده عملت لها سيفيرنج. سيفيرنج يعني ضحيت بيها. يبقى العصب اللي فوق لما تبتدي عمليه الريبير والشوان سيلز دول النيورينما سيلز هم مين؟ يلزقوا في زمايلهم. اللي اول ما يلزقوا فيهم يحصل مين؟ كونتاكت انهيبيشن. سؤال هل يحصل هنا كونتاكت انهيشن؟ الاجابه لا. يقعدوا يتكاثروا عمال على الاطراف ويبتدي الاكسون ينزل ما دخلش التوب يخرج منها ويلف زي سلك الكهرباء. والنهايه بص الاقي عندي كلكوعه عصبيه عند مستوى البتر. المستوى البتر بالانجليزي يعني ستام. يبقى عند الستام هيحصل لك نيروما. ونيروما يعني ايه؟ كلكوعه عصبيه. مصيرها ايه؟ مؤلمه جدا. ولذلك كتير قوي العيان بعد ما نبتر له رجله يجي لنا بعد 6 اشهر يصرخ يقول لك الحته دي مش عارفه انام من الوجع. نضطر نفتح بقى ونشيلها ونكوي وشغلانه فظيعه. مرة تانية what happens if the two opposite ends are not opposite each other or if the other end is severe.
وسيفيرد بمعنى ضحية بها وليس بمعنى شديدة. ها شلة درجة نفس الزلال. ايه اللي يجرى لما الشوانسيل تتكاثر؟ مش هتقابل زمايلها، مفيش كونتاكت انيبيشن، دي هاب هازارد بروليفريت بلا نهايه، مع الاكسون يعمل لك تلكوعه مؤلمه اسمها ستامب نيروما او امبيتيشن نيروما او تروماتيك نيروما. المره الجايه نسال الانفلاميشن والريبير لغايه ما نعرف المحل. سؤال مباشر ولكنه بصيغه مختلفه عن اللي انتوا متعودينها. افرض جالك الامتحان وقال لك ديفاين وات از كلس، ادي اول حاجه السؤال. وبعدين بعد ما قال لك what is callus، قال لك describe the mechanism of formation of callus، هذه الثانية حتى السؤال. وبعد ثالث حاجة and discuss the causes of defective callus formation. عارفين السؤال ده بالطريقة دي يبقى ايه؟ what is callus انتوا عارفين كله، ده التيشو that derives two fractured ends of the bone. What is the mechanism of callus formation، هي الميكانيزم of bone healing اللي هي ثلاث مراحل: pro callus، fibrocartilaginous callus، permanent hard osseous callus. What are the causes of defective callus formation؟ ايه العيوب بتاعه callus formation؟ هي causes of failure of bone repair. عاوز بقى السؤال ده حد يبتدي يجاوب لي عليه. زي what is callus؟ what is callus؟ callus ده على بالك يبقى اسمه healing of the two fracture end bone. yes, he's the tissue that unites two fracture end of the bone. ايه الميكانيزم في كل الكلاس فورميشن؟ ايوه حاجه بروكيلاس. ايوه دي عباره عن الكلاتوما انفايد باي 5 بلس كابيلز لو. صح، ادي اول واحده اللي هي البروكيلاس. ثاني واحده، ثاني حاجه اللي هي فايبر كارديناس كلاس. ايوه دي عباره عن ان الكلاس سيلف ديفرنشيتد انتو كل بلس فايبر بلس. يعني كانت كاتج حتت بون الريجلر ووفن الى اخره. والثالثه اللي هي الهارد كيلس كلاسيفيكيشن، دايما البروسس اوف هارد كيلس بتصحبها ثلاث عمليات مهمين جدا عشان تخلي الريبير بيرفكت. تعرفيهم؟ ريموديلنج ادي واحد، بس قبل الريموديلنج ايه؟ ريموفال اوف ان نيسيسري كيلس مع ريموديلنج مع الريجنريشن اوف بون مارو. تمام، ايه بقى الكوزز اوف ديفكتيف كيلس او الكوزز اوف فيلير اوف بون ريبير؟ inadequate immobilization, pathological fracture, yes, soft tissue interposition, old age, local ischemia, infection, nutrition defect, arterial injury. Okay, very good. السؤال الثاني النهاردة اللي هسأله هو في نوع من الوجوه يندهش يسأله، في نوع من الوجوه ايه يعني ايه تكس يو انك انت ما تسألش، فانا يعني ايه مش هحكي، لكن انت شكلك مذاكر جدا. هو موجود يعني اصل الباجرانز اللي سيبلهم هي نسخه في المركز، اللي عايز يصورها يصورها. فالسؤال بتاعي بقى هو هسألهولك مرتين، مرة سألت قلت لك discuss repair of nervous damage، ده مرة، ومرة ثانية هسألك discuss repair of peripheral nerve injury. ايه الفرق بين السؤالين؟ ما اقولك nervous injury وما اقولك peripheral nerve injury. طب والنرف لما اقولك discuss nervous injury يبقى تقولي الاثنين CNS بجلايوزز والperipheral bioregeneration. فتقولي بقى peripheral nerve injury اول ما النرف يتقطع بيحصل فيه عمليتين فيسيولوجي، وبعدين نبتدي نصلحه. ايه عمليتين فيسيولوجي دول؟ النيرف سيل بيحصلها ايه؟ وال كروماتوليس، عايز الكلمه دي فول ستوب، والبقيه النيرف نفسه بيحصل فيه ايه؟ اسمه واليريان ديجنريشن. واول خطوه في الاصلاح ان احنا ننظف طبعا الفاجوسايتوزس، وبعدين بقى تبتدي تقولي ما هي الخطوات الاساسيه في اصلاح هذا العصب. واحد، شوان سيلز تكمل التيوب. اثنين، بالظبط بريد اوف كام ملي في اليوم؟ 1 مليمتر. والاخيره مين؟ المايل. ده شيء عظيم جدا، لكن البريفرال نيرف انجري قد يصحبه مشكله تؤدي الى ما يسمى بالتروماتيك نيروما او الستامب نيروما او الامبيتيشن نيروما. انت هتقول لي ايوه بالظبط زي في حالات الامبيتيشن عند الليفل. تمام،
هسألك definition of term. What is a lay by itself? مين هي اللي by itself؟ Examples. What is contact inhibition? كل أسلحتك. طيب اديني اكزامبل لأهمية السيل تو ماتريكس انتراكشن او الفريم ورك ان ذا بروسس اوف ريبير. يس لو الفريم ورك افكتد، لو انتكت الاول الريجنريشن يبقى رائع، but if affected as in cases of chronic liver injury it leads to تمام كده تؤدي الى ده اللي بنسميه ليفر سيروزز. تمام كده. مين البيرمننت سيلز يا هيثم؟ يس النيرف سيلز اند والسكليتال ماسل سيلز. يس والكارديك ماسل. الريبير اوف ذا نيرف سيلز از باي جلايوزز وايل ذات اوف ماسل هيبقى باي فايبروز. تمام. نسأل بقى الحصص اللي قبلها. الحصة اللي فاتت. بص يمين. مين الشاب الـ process of phagocytosis involves three steps. ايه هما؟ recognition attachment engulfment and degradation. Well, degradation is by either or oxygen dependent and oxygen independent mechanisms. Hey. ومين اللي هيقول لي تعريف معنى كلمة end arthritis obliterans؟ مين يقول لي end arthritis obliterans؟ yes chronic inflammation. The chronic inflammation بيحصل mild vasodilation approachable market thickening in the wound. هايل فعلا. في chronic inflammation الفيست مايلد وبعدين ممكن بعد كده يحصل لها thickening and narrow. تمام. مين اللي هيقول لي the functions of the inflammatory fluid exudate in acute inflammation؟ go ahead. Yes, dilution of the toxic material. Yes. Brings antibodies to the area. Brings chemotactic factors or chemical mediators to the area. Fibrinogen into fibrin. Fibrin has three functions. Localize, that's one. Hey. Right. Hey. Who is تعريف الكلمات الاتية يعني ايه diabetes للمرة الثانية بس السؤال ده اللي هو emigration of leukocytes. ومين هي leukocytes اللي بتemigrate في الacute inflammation؟ مين الاول وبيه بعدها مين؟ neutrophils وبعدها monocytes. طب لو قلتلك الايزينوفيلز ممكن to migrate to emigrate في any inflammation اللي هي allergic inflammation. مين يقدر يحطلي كده؟ انا ما بسألش حد محدد، انا بسأل اسئلة شاملة. مين يقدر يحطلي مقارنة سريعة بين الدراي and moist action. Hey. اللي هي زي مثلا السنايل جانجرين او المرض الرجالة بتاع البرجر او مرض السفرينوت الثاني. والتورنيكي. هاي. تمام. ايوه. رائع. هاي. هاي.
المويس برافو عليك حلو عشرة مين يقدر يفكرني بالكوزز اوف لمفاتك اليمن هي obstruction of the lymphatic scoring اليمن حد يعرف يس عندي واحد في كمبيوتر من هايبو لمفاتك يس هايبو لمفاتك اللي هو من رويز هايب في ميلانسي ايريجيشن يس في تعميد ممكن يحصل في الجلد الليمفاتيك يس في ميلانسي في لو شلنا الليمفاتيك زي حالات الراديكال ماستكتومي بتاعتها واخيرا التهاب الليمف نود مين يقدر يقول لي مين هي الايدينا التايب اوف ايدينا اللي فيتينج والتايب اوف ايدينا اللي هنان فيتينج امتى هنان فيتينج حد يعرف يس أخصائي دينا نعم 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 نعم